صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا بكم من جديد. في البداية قبل ما أبدأ فقرة اليوم حاب أسألكم، هل اختياركم للوسائد أو المخدات المريحة أمر صعب؟ تعرفون متى المفروض تبدلون الوسائد أو المخدات؟ هل كل الأنواع تناسب الجميع وسهلة في التنظيف؟ كل هالتساؤلات بجاوبكم عليها من خلال فقرة اليوم. اختيار الوسائد أو المخدات ما يقلون أهمية عن اختيار الأسرة والمفروشات، فالهدف مو بس تحصلون على مظهر أنيق، بل إنها تحمي رقبتكم وظهركم من الأضرار الصحية، ويفضل تبديلها كل سنتين. لذلك الموضوع يتطلب حرص وعناية عند الاختيار. الجميل إن متاجر الأثاث تكتب تفاصيل الوسائد المعروضة، فتسهل عليكم وايد عملية الاختيار. والأحلى إن النماذج المعروضة تمنحكم فرصة التجربة قبل ما تشترون. السر في كل وسادة يكمن في نوع الحشو وجودة الغطاء، بستعرض لكم بعض هذه الأنواع ومميزاتها المختلفة وأيضاً عيوبها. وسائد البوليستر تعتبر الأكثر استخداماً من قبل الكثيرين بسبب نعومتها وسعرها المنخفض، لكن من عيوبها إنها تتكتل في فترة قصيرة وتحتاج إعادة تعديلها بين فترة وفترة، وغير إنها مصنعة من مواد كيميائية ممكن تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل من الاستخدام. وسائد الريش تسمى بوسائد الداون أو الوسائد السفلية. تتكون هالوسائد من الريش السفلي للإوز المجري، الإوز البيضاء الأوروبية، يعرف أيضاً باسم وسائد الداون. المميز في هذا الريش أنه يصلح للاستخدام لفترة طويلة، يعني 3 مرات أطول من الوسائد ذات الحشوات الصناعية. من مميزات هالمخدات أنها ناعمة ومرنة وايد وخفيفة، تحافظ على شكلها لمدة طويلة، تمنحكم الدعم المناسب للرأس والرقبة، بالتالي تحصلون على نوم هاني ومريح. لكن من عيوبها أنها صعبة في التنظيف وسعرها غالي، تحتاج إلى ترتيب مستمر عشان تحافظ على قوامها. وسائد الريش تعتبر أرخص سعراً من الوسائد السفلية. هناك فرق بسيط بينها وبين وسائد الداون، إنها مع الوقت وكثرة الاستخدام تفقد قوامها وممكن تصير مسطحة ومو مريحة. عشان شي بعض الشركات يخلطون معها حشوات أخرى مع الريش عشان تحافظ على شكلها مدة أطول. الوسائد القطنية لها شعبية كبيرة لأنها وايد مريحة وباردة، مو مثل باقي الحشوات الكيميائية، وما تحتوي على روائح مزعجة أو مواد سامة. من عيوبها إنها تتكتل وممكن تصير مسطحة مع كثرة الاستخدام والتنظيف. بتلاحظون أغلب الوسائد القطنية تحتوي على سحب عشان تقدرون تغسلون الأغطية وتردون تحشونها بالقطن مرة ثانية. وسائد المطاط المعروفة باسم اللاتكس تعتبر من الوسائد الطبية المريحة، من مميزاتها إنها توفر الدعم اللازم للرأس والرقبة والأكتاف لمرونتها العالية. بالرغم من مرونتها إلا إنها ما تتسطح مع الاستخدام المستمر، ترجع لشكلها الطبيعي بعد كل استخدام، والأجمل إنها مصنعة بطريقة تتنفس فتمنحكم شعور بالبرودة في الرأس وتشيل التعب. اللي جربها يعرف كيف هي بالفعل مريحة، لكن لها عيوب بسيطة جداً. فيها ريحة المطاط لكن بنسبة بسيطة وشوي ثقيلة بالوزن. وسائد الذاكرة المعروفة باسم ميموري فوم
تعتبر من الوسائد الشائعة ومفضلة لدى الكثيرين، مريحة وشكلها أنيق لأنها تحافظ على شكلها وما تتكتل بالرغم من الاستخدام المتكرر لها، والأجمل أنها تحتوي الرأس والرقبة بشكل سليم وصحي. لها مسمى آخر وهي وسائد الخيزران أو المعروفة بالبامبو. عيبها الوحيد أن لها رائحة بسبب المواد الكيميائية المصنعة منها، لكن مع ذلك لها شعبية كبيرة بين المستخدمين. وفي الختام مشاهدينا، ضروري تختارون الوسادة أو المخدة اللي بتشارككم رحلة نومكم في كل ليلة، فيها المواصفات والمميزات اللي تحقق لكم الراحة واللي تفيد صحتكم. ترى الصحة غالية. يعطيكم العافية وأتمنى لكم يوم موفق وسعيد. إلى اللقاء.